فأصبحت حالة شاروخان بعد قضية ابنه. الشهر الماضي عاش شاروخان أوقات صعبة بعد إلقاء القبض على ابنه آريان، لكن محنة شاروخان انتهت بعد إطلاق سراح آريان وعودته إلى البيت. ويقال إنه اللي وقع لآريان خلى شاروخان يصبح حذر أكثر ويحاول يوفر الحماية القصوى لابنه. وفي مصادر بتقول إنه شاروخان بيبحث حاليا عن أحسن بوديغارد بمواصفات خاصة حتى يصبح مرافق لآريان 24 ساعة على 24. وقيل إنه شركات حراسة كتيرة قدمت أوراقها في مكتب شركة شاروخان حتى يختار بنفسه البوديغارد الخاص بآريان. وكمان قيل إنه شاروخان اللي قرر عودته لتصوير أفلامه اشترط على كل المخرجين إنه المشاهد اللي راح تتصور خارج الهند لازم يتم تقسيمها لفترات قصيرة حتى يتمكن من العودة للهند مرات كتيرة ويكون مع زوجته وأولاده أكثر وقت ممكن. وبالمناسبة هذا الأسبوع راح تستمتعوا بثلاث أفلام لشاروخان. فيلم هابي نيو يير يوم الاثنين 22 نوفمبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وفيلم بيلو يوم الخميس 25 نوفمبر على الساعة 4:30 بتوقيت السعودية، وفيلم أشوكا يوم السبت 27 نوفمبر على الساعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية. كم عمر يوك وهل هو متزوج؟ آديتيا أوجها بطل مسلسل على قيد الحياة، هو مواليد 10 مارس 1988، عمره حاليا 33 سنة، وهو متزوج من فتاة اسمها ساريتا وعنده ابن اسمه أبير عمره 5 سنوات. ماذا وقع لعائلة سوشانت؟ مع الأسف عائلة النجم الراحل سوشانت سينغ راجبوت أصيبت بفاجعة جديدة بعد ما توفي 5 أفراد من أسرة هذا النجم في حادث سير مروع. فقيل إنه خلال رحلة عودتهم من عزاء أخت زوج أخت سوشانت، 10 من أفراد عائلة سوشانت واللي كانوا على متن سيارة في الطريق السريع اصطدمت سيارتهم بشاحنة كبيرة واللي نتج عنه وفاة 5 أشخاص بالإضافة لسائق وإصابة 4 أشخاص. وحكى الضابط اللي عاين الحادث إنه الاصطدام بين الشاحنة والسيارة كان قوي والحادث كان مع الأسف مأساوي. لكن لما تم سؤال الضابط هل من الممكن أنه يكون في شبهة جنائية حول الحادث أو أنه يكون مدبر، قال أنه هالأمر مستبعد كالعادة. اتركوا كل أسئلتكم في التعليقات على صفحة MBC بوليود على فيسبوك، ولا تنسوا لايك واشتركوا في القناة.